السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة سمح حكايتي، وكيف ما عودتكم دائما كل نهار جديد. اليوم معنا واحد المتتبعة وفية للقناة وبغات تخوي عليكم قلبها، وبغاتكم تنصحوها الله يجزيكم بخير باش ما ترتكبش شي غلط في حياتها، لان ناقوس الخطر يدق في الحياة ديالها، وخصوصا في هذا رمضان الكريم، لان كتساين غير رمضان يخرج وباغا تقرر واحد القرار اللي كنظن انها لا رجعه فيه. فبغيتكم الله يجازيكم بخير تنصحوها وتقولوا لها شنو دير باش ما تمشيش تهور ودير شي حاجه اللي تخليها تندم حياتها كامله وتضيع وتضيع راسها وتضيع بنيتها. بقاو مع الحكايه للاخير، وبغيتكم تاخذوا منها العبره وتبارطاجيوها على نطاق واسع باش البنات ما يبقاوش يتهوروا ويديروا كيف ما دارت اختنا. بقاو معايا للاخير. السلام عليكم، سميتي نسرين، في العمر ديالي 20 سنة، مزوجة وعندي بنت في عمرها 3 سنين. واليوم جيت نحكي قصتي اللي كنشكر صاحبة القناة من هذا المنبر فتحت لي الفرصة باش نحكي حكايتي. المهم أنا تضررت بزاف من طفولتي بحكم بابا تزوج على ماما، وماما صبرات على العصا والجوع والقهرة غير باش تربينا احنا بربعة. من بعد 7 سنين لا زواج بابا، ماما عاد فكرت في الطلاق، واللي كان بالمساعدة ديال اختها اللي كانت كبيرة عليها وما مزوجاش. صراحة حتى حنا ملينا من ديك العيشه ديال الويل والعصا والمعيور اللي ما كانش كيخلينا نقراو ونركزو في قرايتنا، ودائما النقاط ديالي ضعاف. كنت كنقرا في الثامنه وعمرني ما سقط، ولكن النتائج ديالي ضعيفه. بدات المعاناه من بعد طلاق ماما من بابا، واللي كانت هي اللي دفعت الطلاق الشقاق والطلق، ويا ريت كون ما طلقتش حيت خالتي المسمومه خرجتني من المدرسه. بعد ما كرات لينا بيت مع الجيران وخدمت ماما عند الناس في الدير كانت كدير الميناج، وانا جلست في الدار صبان وطياب ونخمل ونقابل الدراري خوتي. كانوا الجيران كيشوفوني كنشقى بزاف وكنت كنبان كبيره، واخا انا في العمر ديالي 14 عام. كانوا كيجيو فيا الخطاب، عمرني ما هدرت على شي خطيب حيت خالتي كترفض رفضا تاما وكتجري على الناس بكلام قبيح ديال الزنقه، حتى كيمشيو وما كيعاودوش يرجعوا. واحد النهار ما كانتش خالتي وفكرت ندير شي سونتر ولا شي حاجه اللي تفيدني في حياتي. فكرت ندير السونتر ديال الحلاقه، ومن بعد بزز باش وافقت ماما. واخا الصراحه ماما كانت حنينه ومتهليه فينا وصبرات وقاست علينا، ولكن ما كانتش عندها السلطه علينا، واختها هي اللي كانت كتقرر كل شيء في بلاصتها، وهذا ذنب كبير ارتكبته في حقنا. المهم من بعد انا دخلت للسونتر وقريت، وكنت كنخلص الشر غير بزز، واللي خدمته ماما كانت كتعطيه لخالتي، وخالتي بزز باش كتعطيني نخلص، وكتقول لي راه ما غادي تتعلمي والو غير كتضيعي لينا في رزقنا وصافي، ودائما كتهني وكتضربني وكتجري عليا الزنقه. كنت اغلب الاوقات كنبات عند الجيران، ولكن واخا هكذاك انا ما استسلمتش، قريت وتعلمت انا واحد صاحبتي الله يذكرها بالخير اللي كنت دائما كنطرقها في طريقي وكنمشيو انا وياها. انا كنت زوينه بزاف وصغيره ومع غليظه كنبان كبيره كيف قلت لكم قبيله، عندي 14 عام وكتبان عندي 18. المهم هاد البنت صاحبتي كان عندها واحد خوها اللي دائما كان كيلمح ليا بشي حاجه، وانا كان كيعجبني وحتى انا كنت كنعجبو، ومن بعد الاعجاب اكيد غادي يولي حب. واحد النهار كنت في السونتر وكنت لابسه جلابه صفراء وباقه جديده، جات معايا في الفورمه ديالي، وكنت كندير الزيف واللبس غير الجلالب. هذاك النهار بالضبط كان عندنا مكياج والشعر وما لقيناش الموديل، واختاروني انا كموديل. من بعد ما سالينا عجبني راسي بزاف وفرحت. من بعد ضربت 3:30، عفوا 4:30، وحنا كنخرجوا مع 5 وما بقاش الوقت، كان خاصني ضروري نمسح دغيا باش نخرج. البنات قالوا لي علاش غادي تمسحي، غير خليه راكي جيتي زوينه بزاف، وفعلا خرجت به، واكيد دس محدا حبيبي اللي كانت في العمر ديالو 20 سنة. كان حماق عليه ولكن غير من البعيد. من بعد هو تبعني للدار، دخلت انا غسلت وجهي بدلت حوايجي حتى كنسمع الدقن في الباب. فتحت ماما الباب، وهي كانت داك النهار ربو ما كانتش خدامه، خالتي كانت ناعسه. جا حبيب القلب كيقول لها خالتي انا بغيت بنتك للزواج. قالت ليه ماما واش كاين شي واحد كيخطب قدام الباب وغير بوحدو؟ راه ما يمكنش. سمعتها خالتي ناس كتجري من الناس، جرات عليه وسباته وضرباته وقتلتني انا بلاصه، بقات كتضرب فيا حتى سخفت وانا تقطعت ليا شعري. صافي نت مسحت دموعي وجلست عادي.
الغد لي مشيت للسنتر ديالي ولقيت حبيبي شرا ليا التليفون وصيفطو ليا مع اختو وفيه كارت سيم وواتساب. بقيت كنهضر معاه فيه يوميا حتى لواحد النهار طورت العلاقه ديالنا. طلب مني انني ندير معاه العلاقه وفعلا درتها معاه بلا ما نفكر في الحرام. ندمت الصراحه بزاف واخا كانت داك الممارسه سطحيه ماشي 100%. من بعد حاول معايا مره اخرى ولكن انا ما بغيتش. مني ما بغيتش السيد بعيد عليا وسمح فيا وما بقاش كيدوي معايا لا واتساب لا والو. وحتى انا حاولت باش ننساه، درت فيسبوك وبقيت كنهضر مع الدراري وكنتعرف على الاولاد من جميع المدن. وهنا غادي نتعرف على واحد السيد اللي بسببه تعرفت على راجلي. بقيت هكذاك، داز الشهر بحال هكذاك، تقريبا شهر داز جاو فيه الخطاب، ولكن خالتي الحقيره بحال ديما ونفس التصرف اللي كدير ديال ديما. فين ما كان كيجي شي واحد كيهضر كانت كتضرب وتغوت وتجري عليا، لدرجة الا جا غير شي دري كيطلب الماء قدام الباب باش يشرب كتضربني وتخرجني للشارع. ومن بعد يا خوتي قلبت على صالون اللي كانت مولاتو مطليه فيا ودارت ليا 9000 ريال في السيمانه، ثمن مزيون. فكرت نكري شي بيت بوحدي ولكن ما بغاوش يكريو ليا حيت كنت قاصر وما عنديش حتى لاكارت. وهذاك الوقت الولد اللي قلت لكم هو سببي في معرفتي براجلي كان كيبغيني وكيتسطى عليا. انا ما كنتش باغا نغلط ثاني وغير كنتهرب منه، وخصوصا من اللي عرفتو غياكل ليا عقلي بهدرتو ديال الحب والغرام. بلوكيتو حيدت نمرتو وهو دائما كان كيصوني عليا وانا ما كنجاوبوش. كيمشي كياخد تليفونات من عند دارهم وكيتصل بيا، غير كنسمع صوتو كنقطع عليه وما كنبغيش نهضر معاه. اخر مكالمه من عنده اللي كانت من تليفون صاحبه اللي هو راجلي حاليا، ومنين جاوبت ما هدرتش غير سمعته قال لي الو فلانه. انا ما جاوبتوش، بقى كيهضر وانا غير ساكته. هو يقول لي انا الا ما تزوجت بك غادي ندير شي حاجه في راسي ولا غادي نمشي للحبس وانت غادي تكوني سبابي. قطعت عليه وبلوكيت داك النمره ديال صاحبه. صاحبه كان عنده التسجيل ديال المكالمات وسمع ديك الهضره اللي كانت بيني وبينه واللي كان قال لي. بقى كيتصل بيا شي 3 سيمانات وانا غير كيطلع لي الرقم متصل كان بلوكيه وما كنجاوبش. فكرت نفتح البلوك وندمت حتى فتحته. واحد النهار كانت الجمعه كنت انا خدامه وكان عندي ساعه ديال الغدا، مشيت نتغدى في واحد السناك كان قريب للخدمه. دخلت جبت تليفوني لقيت هذيك النمره اللي مبلوكيها معيطه شي 20 د المرات وانا نحل البلوك. دخلت الروشاج واتصلت به هو يهضر معايا قال لي السلام اختي واش انتي مصاحبه مع فلان؟ قلت ليه لا غير صديقه ديالو صافي، ولكن شحال هادي وحنا مقاطعين ما كنهضروش. هو يقول لي راه داكشي اللي قال لك اخر مره راه تنفذ وراه شدوه البوليس. قلت ليه علاش وكيفاش؟ قال لي راه تشد بالضرب والجرح. عرفني على راسو، بقينا كنهضروا دائما حتى ولفت صوتو ولا دائما كيتصل بيا. ولفتو بزاف، انا كملت داك الساعه 16 عام وخالتي ما بقاتش كتعامل معايا كيف ما قبل حيت وليت كنخلص معاها الكرا وكنصرف على راسي وعلى خوتي. وحتى ماما قزت من الخدمه وبابا اللي ما كنتش كندوي عليه حيت اصلا ما كنحملوش. عمرني ما اعتبرته اب ليا ولا لخوتي. المهم استمرت العلاقه ديالي مع داك الولد وبقيت معاه. واحد النهار مشيت سافرت لمراكش انا وبنت عمتي ومشينا عند العائله. انا كنت باغا غير نرتاح وديك بنت عمتي كانت باغا تخرج وتشوف الدنيا وتصاحب وتفوج، عكسي انا تماما. ومن بعد صاحبي بغى يخطبني وكيفاش غادي يدير يخطبني وانا جالسه غير عند عمتي. وهاد عمتي الله يسمح ليها واخا ما كتضربنيش كانت كتحرث عليا، بناتها كيقراو انا خدامتهم في الدار. بكثر داكشي اللي داز عليا ما بقيت كنحس بوالو. المهم هضرت مع عمتي عليه وقلت ليها فاش خدام وها فين كيسكن، وقلت ليها عافاك الا ما هضر ليا مع بابا. مشات لعند بابا هضرت معاه ودارت براسها كتطلب فيه باش وافق، هو والو ما بغاش. من بعد انا هضرت مع ماما غير من التليفون، قلت ليها كاين واحد الولد وباغي يتزوج بيا وانا موافقه، وإلا ما وافقتوش نتوما انا غادي نتزوج به بغيتو ولا كرهتو. من بعد اتفقت مع واحد خالتي واتفقنا على الخطابه وداك الشيء الاخر كلشي نديروه. المهم هو جمع دارهم وجاو عندنا للدار ديال خالتي، خالتي العزيزه عليا اللي ما ادتني حتى في شي حاجه، وقفت معايا وعاونتني الله يجازيها بخير. ودرنا داك الخطوبه وداز كلشي بخير وعلى خير.
من بعد صاحبي ولا خطيبي، الله الله على إحساس، قررت أنني ما يعطي صداق ديالي حتى لشي واحد. قلت لي صداقي غادي نفرش به الدار، قال لي صافي. داز الهضرة بيناتنا، العائلة تعرفوا، كلاو وشربوا وضحكوا، وفي الأخر كانت فاجئ باللي قال لي يلا غادي تمشي معنا للدار. فكرت مزيان، قلت لي واخا صافي. وحتى ماما وافقات، انا باقا ما وصلش داك الساعه السن ديال الزواج، وباقا قاصر عندي يلا 16 ونص. فعلا مشيت معاه للدار، دوزت معاه اوقات زوينه بزاف. من بعد شهرين معاه شرا الدار، واخا كانت صغيره ولكن كانت قادانه. من بعد كنكتشف براسي انني حامله، وكان رمضان، كنا مازالين في دارهم. انا ما عجبنيش الحال، مشيت عند الطبيبه كنلقى بلي عندي تكيس المبايض، والجنين اللي في كرشي ميت. بقى فيا الحال بزاف وبكيت. من بعد 24 ساعه ديال الوجع طاح ليا، ومشيت لداري. من بعد ما وليت شويه وارتاحت، قلت ليه يلا باغا نشري الفراش، قال لي واخا. فعلا مشينا فرش ليا داكشي اللي بغيت، واللي اختاريته انا كيخلصو هو، وكلشي خديته جديد. ايوا جات مو لقاتني فرشت الدار، تما غادي يبداو المشاكل. جابت ليا واحد مرت لوسي، ولوسي جابها وسكنها حدايا فواحد الدار كانوا موليها كيكريوها. من بعد ما سكنت داك مرت لوسي، سكن معاها الهم والغم والقنط والغبينه. ومن بعد شهرين اكتشفت راسي حامله، وكان العيد الكبير، جاني الوحم صعيب بزاف وما عارفاش، وما كاينش حتى اللي يوريني. حملت وتوحمت وراجلي باغي يطير بالفرحه، ومرات لوسي كان مازال ما عندهاش الدراري وما حملانيش، وكانت كدير لي الصداع مع راجلها. واحد النهار كانت عندي 7 شهور في كرشي ومتقله بزاف، كان عندي تسبن وخرجت نجيب تيد باش نصبن، وانا نلقى خو راجلي هز عليا جنويه كبيره وقال لي اليوم غادي نقتلك. انا غير سمعته هرب دغيا، طلعت لداري وسديت عليا وعيطت على شيخي، وجا ليه وضربو، وهو كان غادي يضرب باه في كل امور بيناتهم. انا داك الساعه جاني الوجع بزاف وجاني الحريق، تخلعت ودس بالدم، ما قلتها حتى لشي واحد. من بعد عيط عليا شيخي، قال لي عافاك بنتي ما تقوليهاش لراجلك. وفعلا سرت القضيه وما قلت والو، دازت الحمد لله بسلام. من بعد 3 شهور جاني الوجع، ولدت الحمد لله بخير وعلى خير، وولدت بنيه. في داك الوقيته اللي انا كنولد فيها، راجلي متصاحب عليا، وبالضبط النهار اللي ولدت، وما متصاحبش عيمه وحده ولا جوج، متصاحب مع 3 ديال البنات. غادي تسولوني كيفاش عرفت، حيت قلبت ليه التليفون نهار 3 ايام مورا الولده، وعرفت انه كان متصاحب معاهم النهار اللي انا كنتوجع وكنولد. فاش واجهتو نكر. من بعد ما كملت انا 40 يوم مشيت للحمام، فاش جيت بدا عليا اش هاد الجمال كله، واش هاد الزين هذا. انا ما كنتش كنديها فيه نهائيا، وما كنعبروش، وكنخليه عايشه هواه، وانا عايشه حياتي مع بنتي. وكان دائما كيبزز عليا نعقده، وانا كنت كنرفض، عمرني ما بغيت ندير معاه العقد. واحد النهار كنا كنهضروا في الواتساب، ماشي بصفتي انني بصفه الصديقه ديالو، وكان كيعاود ليا وكيقول ليا انا كنبغي مراتي، ولكن هي تقلبات عليا. وجاوبت وقلت ليه كل ما جا الغلط منك ما تقلبش عليك. هو يقول ليا بسبب مراتي وليت كنكمي وكنتقرقب وكنشرب، وانا نسد الواتساب وطفيت التليفون. هو جاب الليل وكيف العاده كيجيب ليا العشاء ديالي، كنتعشى وكنعس، وكنخلي الحقير ديال راجلي بوحدو بحال الكلب، وما كنعبروش وما كنهضرش معاه، وكنهضر مع حسن منه شكلا وعقلا. نهار على نهار اخوتي كنزيد مزيان. واحد النهار مشيت للحمام، وهي تقول لي مرات خالي والله حتى نقش ليك، نقشت ليا يديا ورجليا، لبست جلابتي وخرجت غاديه لداري. انا غادا مركبه بنتي، وتبعني واحد البوكوس بطونوبيلتو حتى الباب ديال الدار، لقيت راجلي متلقي ليا وكنشد عليا البنت. عيط عليه داك مول الطوموبيل، هو يقول لي شوف ما تفهمنيش غلط، اختك عجباتني وبغيتها للزواج، وانا يلا جيت من فرنسا باغي نتزوج ونديها معايا. هو يقول لي راجلي هذيك راها مرتي، وهذيك التربيه راها بنتنا. انا كنت في الدار داك الساعه، هو جا عاود ليا، وكيف ما قلت لكم انا كندير الزيف والجلابه في الزنقه. ايوا انا قلت ليه بالصحه فين كيسكن داك الولد، وزوين الصراحه هو اللي يجي معايا. ايوا من بعد يا خوتي ولا السيد دار لي حصار، ما كنخرج ما كندرج، كيسد عليا الباب وكيضربني باش ندبل، وما يبقى حتى شي واحد يديها فيا. السراجم كان كيسدهم عليا بالمعالق، ويلا بقات تطاحت شي معلقه كناكل قتله ديال العصا. فكرت باش نهرب ومشي بحالي، ولكن الكبده ديالي ما طوعتنيش. فكرت ندي بنتي معايا، ولكن كنقول فين غادي ناخذها معايا،
فين غادي يمشي الزنقة للشارع وانا في عمري 18 عام والزنقة عامرة بالدياب؟ لا لا هادشي ما مسلكنيش. حاولت نعطي لراجلي فرصة واللي كانت غير خدعة مني وماشي رجعت كنبغيه غير باش ما يبقاش يضربني ويعنفني. حاولت نغير راسي هو الاول، وبحكم انني كوافوره نط صبغت شعري وحجباني وصايبت شعري وقطعته، لبست كسوة وطلقت شعري ودرت الشموعة ودرت النفاخات اللي جابتهم ليا طفلتي ولحتهم ليا من تحت الباب وصايبت كل شيء وجدت على حقو طريقو. هو يجي السيد سكران ومقرقب ومحشش ما عاقل لا عليا لا على بنته، بقى جالس وقال لي جيتي زوينه وحمقتيني واش بغيتي تهربي عليا؟ وبقى كيبكي ما سكتش من البكا. قال لي انت اصلا من الاول ما بغيتينيش وانا تكرفست عليك. انا مع دارني خاطري من هاد الناحيه بكيت معاه، ومن بعد فرحنا شويه بحال فرغنا قلبنا على بعضياتنا، ومن بعد اخواتاتي تعشينا ونعسنا بحال حتى حاجه ما كاينه، وحلف ليا بلي ما غاديش يبقى يكمي ويتقرقب ويهضر مع البنات. راجلي كيقول لي يلا نديروا العقد، انا ما كنبغيش حيت دفعنا للمحكمه 3 ديال المرات وترفض لينا الملف. صافي هي هذيك واحد النهار حسيت براسي مريضه، مشيت عند الطبيبه قالت لي ديري التحاليل. فاش درت التحليلات كان عندي فقد الدم حاد واضطريت انني نفطم بنتي على عام ونص. من بعد صممت عليه نتحولو من تماك، وتحولت في اخر 2019. هو فكر باش يقطع المخدرات وحتى انا عاونته باش يقطعهم. مرض بزاف وبقى كيضيع وكيضعف حتى ولا صغير وتكمش وما بقاش كياكل وما بقاش كيخدم. السيد مرض ولا عايش وسط الادويه. واحد النهار جبد لي 4 المليون قال لي لا ما تديري شي مشروع عيشي انتي وبنتي في هاد الدويره. انا بقى فيا بزاف، عيطت على دارهم اللي كان قاطعين معاهم العلاقه بسبب شي مشاكل عائليه. قلت لهم بلي ولدكم مريض بزاف اجي وشوفوه، قالوا لي حتى مرتي عاد عيطتي علينا. واخا حنا جايين جابه امه واحد الراجل. انا مشيت طيبت اتاي ولبست جلابتي وزيفي وحطيت ديك الصينيه وكنت غادي نخرج، وهي تقول لي عدوزتي درتي السحور في اتاي وغادي خارجه باش ما تشربيهش معانا. انا جلست وما جاوبتهاش، كبيت اتاي ليا ولداك الراجل ولا راجلي شربت وميكت عليها وما جاوبتهاش. وهي تنضت كتغوت عليا وكتقول لي الدار ولدي يا السحاره وشكون انت اللي ما تكبيش لينا اتاي؟ وانا نقول لها انا السحاره ايوا لا شربتي اتاي غادي تموتي وتخلي ولدك. وهي تقول لي تموتي انت ان شاء الله وعائلتك. قلت لها لا بغاها الله هي اللي تكون. كتب علينا نموت ومرحبا ما كتبش احنا باقين. وانا راه عندي داك الساعه يلاه 19 سنه. هو نطق ولدها اللي هو راجلي قال لي راه ما دارت ليا والو، راه انا اللي خرجت على راسي بالفانيد. هو يجاوب داك الراجل اللي ما عرفتوش شكون، هو يقول لي واش متاكد؟ هو يقول لي اه متاكد. هذاك كان فقيه ومشعويد وبدا كيقول شي هضره ديال الشرك بالله اعوذ بالله، وحنا كنتصنتو. هما جابوه باش يفضحني، ساعه فضح عدوسي ومرات لوسي وقال لي هما اللي كيديروا لكم السحور باش ما ديروش العقد. راجلي نتجري على والديه وداك الفقيه وسد الباب. انا تخلعت من الهضره ديال داك الفقيه وقال لي قلبي الوسيد غادي تلقاي فيهم شي حاجه. انا ما كنتش باغا ندخل راسي هاد العجب، ومن بعد دخلني الشك وبديت كنقلب. وتما في لقيت شي وريقات فيهم سمياتنا وشي تخربيق فيهم الزغب ديال الفار وشي حاجه بحال هكذا. ايوا فاش شاف راجلي داكشي بعيني تصدمنا صدمه اخرى، بعدنا على كل شيء. من بعد ما تاكدت انه قطع داكشي بمره ولا من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، عاود قال لي اجي نديرو العقد. فكرت مزيان بالي السيد تبدل ولا مزيان. قلت لي اوكي واخا. نضنا جمعنا الوراق ومشينا عقدنا وسجلنا البنت في الحاله المدنيه. من بعد ما كملت عامين تما جات كورونا اللي الناس قاسوا فيها انا عشت فيها احسن ايامي، بحكم انا اصلا ما كنخرجش غير الدار الليل والنهار وحتى الصحابات ما عنديش. من بعد ما جا العيد الكبير عاوتاني راجلي رجع الشراب اللي كان قاطعو، رجع ليه ورجع شرا طوموبيل، رجع عاوتاني كيسد عليا في الدار وكيجيب ليا داكشي اللي خاصني واللي محتاجه ليه، ولكن لا حب لا حنان. السيد كيخرج مقاد وكيرجع مجرتل. صافي هذه هي حياتي، حتى فرج الله ودخلت 2021 عاوتاني رجع كيدير جميع المخدرات وما بقاش غير في الشراب، وانا دار ليا النقاب يعني كيبانو غير عينيا، وهادشي كله من كثرة الشك اللي فيه. انا ما قلت والو ووافقت. هو عايش حياته برا البنات والشراب والفانيد والحشيش. منين كنهضر معاه كيهز عليا جنويه وكيضربني، حتى فرج الله وجار من دان الحمد لله. قطع كل شيء
ولكن اخواتي انا خايفه ليس لها سيدنا رمضان يرجع يدير داك الشيء، حيت الا رجع ليه غادي يحكم على حياته بيديه، حيت انا قلبي عامر بالحقد عليه وكنفكر في بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هي نهرب، ثاني حاجه نقتله، ثالث حاجه نطلق، وكل واحد يشد طريقه حيت ما بقيتش كنقدر نستحملو هاد السيد. الصراحه واخا ما خصناه خير من ناحيه ديال المعيشه، ولكن راه مرضني في صحتي، ما عرفت شنو غادي ندير ليه. نصحوني عافاكم الله يجازيكم بخير، وانا بدوري غادي ننصح البنات ونقول لهم ما تثقوش، وماشي كلشي قال لك كنبغيك راه باغيك، لا راه اللي باغيك يقصد داركم ماشي يقصد الواتساب، حتى تلقاي راسك وحلتي في المشاعر ديالك وتغرقي. ونصحوني حتى نتوما اش ندير مع هذا الراجل، واش نهرب ولا نطلق ولا شنو غادي ندير. وشكرا لكم كاملين. وكيف ما سمعتوا مستمعين ومستمعات قناه سمع حكايتي، الاخت ديالنا نسرين عاودت لينا الحكايه ديالها وقالت لينا داكشي اللي دارها في خاطرها. اول حاجه بغيت نقولها ليها، بغيت نقول لك اختي نسرين شكرا لك موصول كذلك لانك فتحتي لينا قلبك وشاركتي معنا الهموم والاحزان ديالك. كانت منا ان شاء الله من الاخوات الكريمات ينصحوك. وبغيت نقول لك الاخت ديالي انت قررتي واحد القرار وكتقول لي انه سيد غادي يجني على راسو اذا هو ما بقاش ملتزم بهاد الرجوع اللي رجع للطريق في هاد الشهر الكريم. فاول حاجه بغيت نقولها، واكيد المتتبعين والمتتبعات ديالنا غادي يكونوا لاحظوا هذا الشيء كنظن، لانهم تبارك الله عليهم كيسمعوا بعنايه وكيكونوا اذان صاغيه وكيكونوا مركزين معايا، وفاش كنغلط في شي حاجه هكا كيكون غلط خطا او غلط لفظي فهما كيصحوه معايا، وهذا ان دل على شيء فانه كيدل على انهم مركزين في كل كلمه قلتها واي حاجه عاودتها لهم. على اي حال الاخت ديالنا نسرين قالت بلي غادي نرجع ليها لواحد النقطه اللي قالت انها دخلت عنده في الواتساب وبقات كتهضر معاه، وقال لها يعني على اساس انها كتهضر معاه شي وحده اخرى، على ان اساس انها الصديقه ديالو، اعترف ليها بلي المراه ديالو هي سببه في الادمان. فهي فسمعت داك الكلمه قالت لك بلي سدات الواتساب طفات التليفون مشات تنعس. علاش؟ لان هاد النقطه بالذات عندها واحد اللغز، فيها شي حاجه، لان الاخت نسرين عاودت الحكايه ديالها ولكن ما عمقتش فيها وما عاودتهاش بالنقطه والفصيله. هناك حلقات كثيره مفقوده في القصه ديال نسرين، كيفاش هاد السيد، واش خداتو مبلي، واش حتى خداتو عاد تبلا، واش هادي واش هاديك. فمادام قال ليها ان مرتي هي السبب فهناك شي حاجه. كذلك فاش قالت النقطه ديال انا هو كيدير داك الشيء على برا الشراب والحشيش الى اخره، وانا كنشوف سيدو او شكلا، وهذا يعني حتى هي كتشوف، يعني نقدروا نقولوا بهذا المنطق انه شد طريقه وهي شد طريقها، فهو ما جاش وسد عليك وسد عليك سراجم والبيبان الا لو انك دخلتي له الشك في شي حاجه. المراه ملي كتشوف راجلها كيخونها وما كيديهاش فيها وتبدل عليها، فيمكن تمشي تلتجأ حتى هي لنفس التعامل ديالو، يعني تتعامل بالمثل باش حتى هي تبرد، ما تبقاش حتى هي يعني راسها سخون عليها وباقي فيها الحال كانها كتنتقم بداك التصرف. فهذا الشيء كيرجع عليها بالعكس، فالدليل هو نسرين، لان كون ما دخلتش لراجلها الشك في شي حاجه ما غاديش يسد عليها بعد ما كانت كتخرج بوحدها. والدليل على انها نقشت عند بنت خالها، عند مرت خالها عفوا، ورجعت للدار بوحدها فاش تبع هذاك السيد. فالمراه فاش كتزين دائما شي واحد وكتقارن شي راجل براجلها فاكيد غادي يكون عنده واحد رده الفعل، فهذا لا يعني انه مثلا ما كيبغيهاش وانه كرهها، فهو كما كانش باغيها ما غاديش يتزوج بها. والدليل على انه كيبغيها كذلك ما يعقدش معها، هو كل مره مبرزتها على انه باغي يعقد معها. فنصيحتي لك اختي، بما انك التجأتي للقناه سمح حكايتي، فانا عارف ان الناس، انا انسانه محايده ما كنجي لا معاه لا معك لا معاه، فحنايا فقط كنحللو ونناقشو على حساب داك الشيء اللي عاودتيه انتيا. فهاد السيد كنقول انا كما كانش باغيك راه ما غاديش يطلب منك العقد، هذه خصكي ضروري تفهميها. ثاني حاجه اختي نسرين، انت باقي فواحد السن اللي صغيره بزاف، انت تزوجتي فواحد العمر اللي كنتي فيه مراهقه، وكنظن انك دوزتي فتره المراهقه صافي مشات لقيتي راسك انك وحلتي.
فكاينين بنات اللي تزوجوا في العمر ديالك وصغر من العمر ديالك والحمد لله دايرين اسر ووليداتهم تبارك الله كبروا معاهم بحال خوتهم الى اخره. فانا ما بغيتكش تصوري اختي نسرين وديري شي حاجه اللي غادي تندمي عليها، فقط شوفي الا كان العيب منك فحنايا الحمد لله حتى شي واحد ما راه ملائكه نازل من السماء، كلنا خطائين وخير الخطاؤون التوابون. فالانسان يشوف الخطا ديالو ويحاول يصلحه، وراك حاولتي تصلحي الخطا ديالك وبكى معاك وجبد لك الفلوس وقال لك الا مت هاكي والى اخره، الا كانت شي حاجه عاوتاني متعلقه بالسحر فالانسان عاوتاني يرجع لله. شتي كيقول لك ونزلنا القرآن ما هو رحمة وشفاء للعالمين، وكنتمنى من الناس اللي كنخطأ في شي بعد شي مرات كنخطأ في شي حاجة فما كتكونش متعمدة مني، فقط يعني سبحان من لا يسعى ولا ينام. فعلى أي حال بالنسبة للأخت ديالنا نسرين كنقول لك أختي ارجعي الله سبحانه وتعالى، ديري اللي خصو يدار، حاولي تقربي من الزوج ديالك، حاولي تنسيه في دوك البنات، حاولي تنسيه في المخدرات، حاولي راه كل شيء كيتعالج، حاولي انك تشوفي شي مركز ديال معالجه الادمان. وكنظن ان راجلك كيسمع ليك، انا كنظن ان الزوج ديالك كيسمع ليك، فنتمنوا الخير ونتمنوا ان شاء الله ما يرجعش للادمان. وحاولي في هاد العشر الاواخر اللي بقات من سيدنا رمضان انك تقربي فيه لراجلك وقنعي انه يمشي لشي مركز باش يعالج الادمان، مازال مادام انه في الشهر الكريم كيحترم هذا الشهر الكريم فهناك ذره من الايمان في القلب ديالو. فما تقنطيش وما تهوريش وما ديريش اختي شي حاجه اللي تندمي عليها، وحاولي انك صافي اش غادي نقول لك، تأقلمي مع الوضعية، تأقلمي مع داك الزوج لأنك تزوجتي بيه في واحد الظروف اللي كنتي باغا تهربي، باغا تهربي من الواقع ديال أنك أمك مطلقة وأنت خدامة وعندك مشاكل مع خالتك. فأنتي حاولي أن داك الراجل مادام تزوج بيك فرش لك الدار، خدا لك دارك، مهلي فيك في الأول، فلا تبدل هناك شيء. علاش تبدلات السيد؟ راه كاين شي حاجة سواء من الله سواء من العبد سواء منك أنتيا أو منه هو. فحاولي تقربي الزوج ديالك، حطوا الأمور فوق الطبلة، حاولي المره وجوج وثلاثه ما تقنطيش. ولكن لما لقيتيش سبيل فهناك شيء اسمه القانون، فتا واحد ما يمشي ياخذ الحق بيدو، كان كل واحد في هذه الحياه كياخذ حقه بيدو، وراه نصف المجتمع مات. فانت ما غاديش تحاولي انك ديري شي حاجه ديال الاجرام وتمشي تقتلي راجلك وتندمي وتدخلي للحبس وتضيعي داك البنيه، لا، كاين واحد الحاجه سميتها القانون، سير اختي للقانون، عندك الصناعه ديالك تخدمي بها. انا ما كنشجعكش، هذه نقطه خليها هي الاخرى. هادشي اللي كاين ونتمنى ان شاء الله تقاد الامور ديالك ان شاء الله في هاد العواشر، والله يفرج الكربه ديالك والله يهديه يا ربي، نتمناو له الهدايه لان واخا هكا كيبان فيه انه ماشي لخاطرو. هادشي اللي كاين متتبعين ومتتبعات قناه سمح حكايتي، الا شفتوا هاد النصيحه او هاد الهضره ديالي في الصميم الله يجازيكم بخير، اكدوا عليها في لي كومونتير. شفتوني انني يعني ما حطيتش هادشي في المحل ديالو، فسبحان الله كل واحد الرأي ديالو، كيقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وكيف ما عودتكم دائما قناة سمح حكايتي ماشي غير للفرجة بل للعبرة، بارطاجيو على نطاق واسع. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا هاد لاشين ما تنساوش تضغطوا على زر أبوني اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات، وما تنساوناش نجي مزوين بحال ديما وكومونتير حنين. الله يرحم بها الوالدين لختنا نسرين، ومرحبا بنصائحكم وتعاليقكم كاملين. الخاص مفتوح لكم جميعا عبر الواتساب 06 37 054 49 06 37 054 49. إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.